الرئيس السيسي يدعو المصريين إلى نبذ فكرة المجاملة باعتبارها مدخلاً للفساد. مدبولي يدعو خلال زيارته لواشنطن المستثمرين الأمريكيين لضخ استثماراتهم بمصر. سوريا تطالب المجتمع الدولي بوقف العدوان التركي وتؤكد أنه ضمن الأطماع التوسعية لأردوغان. الثالثة عصرا الواحدة بتوقيت غرينتش، نشرة إخبارية مفصلة تأتيكم من القاهرة. أرحب بكم، والبداية اليوم مع زميلتي ندى. ندى أرحب بك. أهلا بك نانسي، وشكرا لك. شكرا لك. أهلا بكم. قال الرئيس عبد الفتاح السيسي إن كلية الطب كانت حلما بالقوات المسلحة، وإنه كان يتابع إنشاء الكلية بشكل شبه يومي. وأضاف الرئيس السيسي خلال كلماته في حفل تخرج الدفعة الأولى من كلية الطب بالقوات المسلحة إن الكلية شهدت اختبارات قبول لها، وتم الاستفادة من تجارب دولية أجنبية ومن أعرق كليات الطب في العالم. احنا بنتكلم على موضوع بقى له 6 سنين، وبعدين النهاردة احنا بعد 6 سنين بنشوف اول يعني اول ضوء منه. بس انا عايز اقول لكم، اوعوا تفتكروا ان الحلم خلال 6 سنين كان ثابت الكلية كده. لا، الكلية دي كانت بتتابع مني بشكل مستمر يوم بعد يوم. وانا بقول الكلمة ديت مش عشان اسجل اكتر من احنا لو كنا عايزين ننجح. احنا كمصريين في كل اجراء بنعمله كل مسؤول يتابعه لغاية لما يخلص وحتى بعد ما يخلص. اذا كنتوا عايزين تنجحوا وتسبقوا الدنيا وتبقوا حاجة يعني دولة ذات شأن، اوعى تفتكروا ان التمن بتاعها كلام. التمن مش كلام، التمن عمل. أنا عايز أقول لكم إن الاختبارات اللي اتعملت للطلبة ديت، لما بدأنا نتكلم في الموضوع دوت أنا قلت الكلية تختبر بالكامل. هذا وشدد الرئيس السيسي على أن الدولة تسعى لتطبيق فكرة الاختبارات المميكنة في جميع الجامعات خلال 2 ضمن خطة تطوير التعليم العالي. نعمل اختبارات مميكنة في الأول لكليات الطب في مصر بالكامل، عشان أرجو أن الكلام ده ما يمسش أي حد، يعني عشان نحيد تماما العمل البشري، ما يبقاش في مجال للمجاملة يقول لك ده ابن فلان ولا أصله هو خد الامتحان ولا قدم مش عارف إيه. لا 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 لا، وإحنا رايحين لكده، مش بس في كليات الطب العسكري ولا في كليات الطب المدنية، لا إحنا بنتكلم على اختبارات. وإحنا ماشيين في البرنامج ده، معرفش الدكتور خالد وزير التعليم العالي قال الكلام ده ولا لا، ماشيين على ان احنا نميكن ونحيد كل الاختبارات في الدولة المصرية فيما يخص الجامعة. لما نيجي نقول هنعمل تطوير في التعليم، مش هي جامعة جديدة بس، لا، هو الاسلوب والمسار اللي احنا هنتعامل بيه مع اولادنا وبناتنا في الاعداد والتأهيل والاختبار والتقييم، عشان كل واحد ياخد حقه. ودعا السيسي جميع المصريين إلى نبذ فكرة المجاملة باعتبارها مدخلا للفساد وسببا لتأخر الدولة في جميع المجالات. المجاملة فساد، المجاملة فساد. لو انتوا عايزين تكافحوا الفساد في بلادكم ما تجاملوش حد، ما حدش يجامل حد، وما حدش على الأقل باسمي. لما حد يجي لكم باسمي يقول لك انا قريبه كذا ولا كذا، انا بتكلم عن نفسي عشان تبقى الرساله لثالث مره بقولها على الهوا، من فضلكم. طب والله 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 انا بحلف ثلاثه بالله العظيم، انا عمري ما جاملت وانا ساخد بيتي في الجيش مخلوق. فانتوا كمان يا مصريين لو سمحتوا ما تجاملوش حد من اول. انا لما حد يقول لك انا فلان كذا كذا مش عارف ايه، اديله حقه لو كان ليه حق.
وعلى هامش الاحتفال منح رئيس عبد الفتاح السيسي أنواط الواجب العسكري من الطبقة الثانية لأوائل خريجي الدفعة الأولى لكلية الطب بالقوات المسلحة. جاء ذلك تقديرا من الرئيس عبد الفتاح السيسي لأدائهم واجباتهم بإتقان وإخلاص أثناء دراستهم بالكلية. قال رئيس الوزراء مصطفى مدبولي إن مصر لن تسمح بالمساس في حقوقها من مياه النيل. وخلال لقائه مع رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ السناتور الجمهوري جيمس ريش والسناتور الديمقراطي بوب مندينياز في واشنطن، أكد مدبولي أن مصر أبدت طوال السنوات الماضية مرونة في التفاوض، فيما عبر أعضاء المجلس عن تفهمهم للموقف المصري. وفيما يتعلق بالعدوان التركي على سوريا، عبر مدبولي عن رفض مصر لها هذا الاعتداء، وطالب القوات التركية بضرورة الانسحاب من الأراضي السورية لما للعدوان من أثار كارثية على استقرار. استقبل رئيس الوزراء رئيس بنك التصدير والاستيراد الأمريكي، وذلك خلال زيارته الحالية إلى واشنطن. من جانبه أكد رئيس الوزراء أهمية دور البنك في تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية، خاصة في مجالات تحلية المياه والربط الكهربائي ودعم دور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي. من جانبه أشار رئيس بنك التصدير والاستيراد الأمريكي إلى أنه سوف يتم إرسال وفد لمصر في نوفمبر المقبل لبحث سبل تعزيز التعاون. دعا رئيس الوزراء مصطفى مدبولي المستثمرين الأمريكيين إلى ضخ المزيد من الاستثمارات في مصر، مؤكدا استعداد الحكومة لتذليل كل العقبات. وخلال حفل عشاء أقامه مجلس الأعمال المصري الأمريكي، أكد مدبولي أن اقتصاد مصر تخطى مرحلة صعبة بعد ثورتين وبات في اتجاه تصاعدي على مستوى معدلات النمو وخلق فرص العمل وانخفاض معدلات التضخم والبطالة، إضافة إلى ارتفاع احتياطيات النقد الأجنبي. ومن جهته وجه رئيس مجلس الأعمال المصري الأمريكي جون كريستمان الشكر للرئيس السيسي على تدشينه إصلاحات اقتصادية غير مسبوقة وضعت مصر على خريطة الاستثمار العالمي وجعلتها مقصدا جذابا للأعمال. وخلال وجوده في واشنطن أيضا، التقى مدبولي رئيس شركة أباتشي الأمريكية للبترول جون كريستمان، وشاد مدبولي بالتعاون المثمر بين مصر والشركة وتقدير الرئيس عبد الفتاح السيسي لجهود الشركة في دعم جهود مصر في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي. هذا فيما أعلن رئيس الشركة عن خطط الشركة للتوسع في أنشطتها في قطاع البترول بمصر واستخدام أحدث الطرق التكنولوجية في البحث والاستكشاف. التقى رئيس مجلس النواب علي عبد العال رئيسة البرلمان الأوغندي ورئيس مجلس الشيوخ الكيني على هامش اجتماعات الجمعية 141 للاتحاد البرلماني الدولي في صربيا. وخلال اجتماعه برئيسة البرلمان الأوغندي، أكد عبد العال فتح المجال أمام الاستثمارات المصرية في أوغندا، مشددا على استمرار الدعم المصري لأوغندا لتدريب الكوادر الأوغندية ومشروعات التنمية والتي تشرف عليها الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية. وخلال لقائه رئيس مجلس الشيوخ الكيني، أبدى رئيس البرلمان المصري استعداد مصر لدعم أجندة الرئيس الكيني الداخلية والمتمثلة في قطاعات الصحة والطاقة عبر الربط الكهربائي. تجرى الاستعدادات على قدم وساق لانطلاق النسخة الثالثة لمنتدى شباب العالم في الفترة من 14 إلى 17 من ديسمبر المقبل بمدينة شرم الشيخ تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي. هذا وشكلت إدارة المنتدى عدة لجان شبابية لتنظيم هذا الحدث رفيع المستوى الذي يجذب الشباب والزعماء والقادة والشخصيات المؤثرة من مختلف أنحاء العالم. هذا ويشهد منتدى هذا العام مناقشات أثرية أو ثرية حول الشباب والإبداع والتنمية، كما يركز على عدد من القضايا الجديدة والملحة على الأجندة الدولية كالأمن الغذائي وتغير المناخ والذكاء الاصطناعي.
عبرت مصر عن بالغ استيائها تجاه العدوان التركي المستمر على الأراضي السورية لانتهاكها القانون الدولي وما نتج عنه من نزوح عشرات الآلاف وتأثيرها على مسار التسوية السياسية بالبلاد. وفي بيان لها قالت وزارة الخارجية إن العقوبات الأمريكية ضد تركيا بسبب عدوانها على سوريا تبرهن على تأييد الرئيس ترامب لمبدأ الشرعية الدولية وتساهم في ردع تركيا عن سياستها العدوانية بالمنطقة. كما أكد البيان أن موقف الاتحاد الأوروبي في هذا الصدد يؤكد رفضه للعدوان التركي. هذا وحذر الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط من الخطورة الشديدة التي تنطوي عليها العمليات العسكرية التركية في سوريا وما يمكن أن تتسبب فيه من إشعال المزيد من الصراعات والأزمات الإنسانية في المنطقة. وخلال لقائه مع المبعوث الصيني الجديد للشرق الأوسط تشاي جون، أكد أبو الغيط أن الصين لاعب مهم للتوازن العالمي وأن العالم العربي يحتاج إلى الاستمرار في توثيق علاقاته مع بكين. من جانبه عبر المسؤول الصيني عن تطابق في الرؤى حيال القلق من تداعيات العدوان التركي على شمال شرقي سوريا وتداعياته على الحرب على الجماعات الإرهابية. ذكرت وكالة الأنباء السورية الرسمية سانا أن القوات التركية طوقت مدينة رأس العين بريف الحسكة الشمالي واستهدفت أحيائها بسلاحي الطيران والمدفعية. وأوضحت الوكالة أن القوات التركية استهدفت بقصف مكثف بالطيران والمدفعية عدة قرى بريف رأس العين في إطار العدوان التركي على شمال شرقي سوريا. من جانب آخر، أكدت سوريا أن العدوان التركي الغادر وليد الأطماع التوسعية والأوهام البائدة لنظام أردوغان، مطالبة المجتمع الدولي بوضع حد لعدوانه. وقال مصدر رسمي في وزارة الخارجية السورية إنه رغم سيل الإدانات الدولية لا يزال نظام أردوغان متعنتا في عدوانه السافر على سوريا ويزرع الموت والدمار في انتهاك فاضح لكل القوانين والأعراف الدولية، الأمر الذي يظهر إلى العالم الوجهة الحقيقية لنظام أردوغان الفاشي. أكد طبيب بمستشفى الشعبي في الحسكة تعرض عدد من المدنيين لأسلحة محرمة دوليا استخدمها العدوان التركي. وأشار الطبيب إلى استقبال العشرات من حالات الحروق بمواد كيميائية غالبيتها من الأطفال جراء القصف التركي، مرجحا استخدام مادة الفوسفور الأبيض بحسب الفحوصات الأولية. في سياق متصل، عبر الكرملين عن قلقه من الوضع الإنساني في شمال سوريا في ضوء العدوان التركي على سوريا، فيما أكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زخاروفا أنه يتوجب على دمشق أن تتسلم السيطرة على الحدود السورية التركية في إطار أي تسوية للصراع هناك. التقى رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي وزير الخارجية الفرنسي جون إيف لودريان، وتناول اللقاء العلاقات الثنائية والقضايا محل الاهتمام المشترك، وعلى رأسها التطورات في شمال سوريا وسبل العمل سويا لوقف العدوان التركي على الأراضي السورية. أكد رئيس العراقي برهم صالح أن التوغل العسكري التركي في شمال سوريا سيقوض جهود المجتمع الدولي في مكافحة الإرهاب. وخلال لقائه مع وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان في العاصمة بغداد، شدد صالح على ضرورة إيقاف العمليات العسكرية التركية في سوريا وتدارك الكارثة الإنسانية في مناطق النزاع بصورة عاجلة. التقى وزير الخارجية العراقي محمد علي الحكيم نظيره الفرنسي جون إيف لودريان في بغداد اليوم. خلال جلسة مباحثات مشتركة تناول الجانبان تداعيات العدوان التركي على سوريا وسبل التصدي لعناصر تنظيم داعش الإرهابية والتي فرت تحت غطاء الهجوم التركي على شمال سوريا. هذا ودعا وزير الخارجية العراقي محمد علي الحكيم المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته في ملف عناصر داعش الإرهابية، مؤكدا خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الفرنسي جان إيف لودريان أن العراق يولي أهمية كبيرة للتطورات في شمال شرق سوريا.
العراق يتخذ جميع الإجراءات الأمنية اللازمة لمنع تسلل المقاتلين الأجانب عبر الحدود، وأيضا العراق أعلن وبشكل رسمي أنه سوف يأخذ جميع المقاتلين العراقيين وعوائلهم وأطفالهم ويعود بهم إلى العراق. أتون من عدد كبير من الدول، ربما الأرقام مختلفة، وصلنا رقم 72 دولة. هذه الدول أيضا تحتاج أن تتخذ الإجراءات اللازمة ولمواطنيها بالشكل الذي يرونه مناسب. كما دعا وزير الخارجية الفرنسي جون إيف لودريان التحالف الدولي إلى عقد اجتماع طارئ لبحث تبعات العدوان التركي على سوريا ومنع هروب عناصر داعش الأجانب. كنا شركاء خلال الحرب ضد داعش، ولابد من أن نكون شركاء في مرحلة إعادة البناء وأيضا في وجه التهديد الجديد الذي يمثله التوغل التركي شمال شرقي سوريا. لقد أكدنا على هذه الإرادة وعلى هذا العزم، وقد شددنا على أننا سنقدم الدعم والتضامن على المدى الطويل. فيما يتعلق بالشمال السوري، هذا يترجم من خلال ضرورة أن يكون هناك اجتماع للائتلاف الدولي. أعلنت المستشارة الألمانية أنجلا ميركل أن بلادها لن تسلم أي أسلحة إلى تركيا بسبب العدوان التركي على شمال شرقي سوريا. وفي كلمة لها أمام البرلمان الألماني، حثت ميركل أنقرة مجددا على إنهاء عملياتها العسكرية في سوريا، والتي وصفتها بأنها ستؤدي إلى مأساة إنسانية بنتائج جيوسياسية كبيرة. نشر البيت الأبيض نص رسالة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى أردوغان، والتي جاءت بلهجة خالية من الدبلوماسية ومليئة بالتهديد، وخاطب ترامب أردوغان قائلا له لا تكن أحمق، موضحا أن التاريخ سيذكره كشيطان إذا استمر في عدوانه على الأراضي السورية وتسبب في موجات من النزوح الجديدة وتهجير المدنيين واستهداف الأقليات. وأضاف ترامب أنه لا يريد أن يكون سببا في تدمير الاقتصاد التركي، وأنه سيفعل ذلك إذا لم يتفاوض أردوغان مع القائد العام للقوات سوريا الديمقراطية مظلوم عبادي، والذي تصنفه تركيا على أنه إرهابي. وللمزيد من المتابعة ينضم إلينا هاتفيا من نيويورك مهدي عفيفي المحلل السياسي. يعني سيد مهدي، أهلا بك على شاشة إكسترا نيوز. في البداية، بعد ما شاهدنا رسالة ترامب وتصريحات ترامب في الأيام القليلة الماضية والتصريحات أيضا أردوغان، برأيك ما مدى جدية واشنطن ورئيس ترامب في فرض العقوبات والتي يهدد بها تركيا أنه من شأنها تدمير الاقتصاد التركي؟ أعتقد أن الرئيس ترامب كان على حق في هذه التهديدات، لأنه يتعرض حاليا إلى ضغط شديد من الكونغرس، وبالأمس كان هناك في مجلس النواب قرار برفض سماح الرئيس الأمريكي للرئيس التركي بالدخول في سوريا، وهناك رفض تام من خلال الأوساط السياسية داخل الولايات المتحدة الأمريكية. فلذلك أعتقد حتى ولو حاول الرئيس الأمريكي تفادي فرض العقوبات، فإن الكونغرس الأمريكي سيقوم بفرض هذه العقوبات بشكل لم تشهد له تركيا مثيل، لأنها بالطبع مسألة لم تحدث من ذلك قبل. طيب سيد مهدي، يعني ما تقييمك للعقوبات التي فرضها ترامب في الأيام القليلة؟ هل هي فعلا يعني عقوبات موجعة أم هي فقط إجراءات معنوية؟ لا، هو في الحقيقة هذه العقوبات لم تكن موجعة، لأن احنا نتذكر عندما فرضت الولايات المتحدة الأمريكية عقوبات من قبل انهارت الليرة التركية. أعتقد أن هناك في سلسلة متتابعة من العقوبات. أعتقد لامتصاص الغضب الداخلي قام الرئيس الأمريكي مع وزارة الخزانة بفرض عقوبات مبدئية، لكن هناك سلسلة كبيرة من العقوبات سيتم فرضها إن لم يكن هناك أي تغير على أرض الواقع في الشمال السوري.
طيب سيد مهدي، شاهدنا زيارة الوفد الأمريكي إلى تركيا، وشاهدنا تخبط فيما يعني تخبط في مقابلة الرئيس أردوغان، يعني في البداية رفض مقابلتهم ثم وافق على مقابلة الوفد الأمريكي وهما الآن يلتقيان، يعني ما توقعاتك لهذا الاجتماع؟ هو في الحقيقة الواقع أنه لا يستطيع أردوغان أن يرفض هذا، لابد أن نعلم أن أردوغان يتفاعل بهذا الشكل لإرضاء الداخل التركي ولرفع شعبيته التي انهارت إلى نسبة لم تحدث من قبل، ولتغطية المشاكل السياسية والاقتصادية داخل تركيا. أعتقد وصول هذا الوفد، خاصة أنه على أعلى مستوى وزير الخارجية ونائب الرئيس الأمريكي، ليس هو بالسهل، وإنما سيتم فرض شروط معينة على أردوغان، وإن لم يستطع أردوغان يعني التفاعل مع هذه الشروط، أعتقد أن الولايات المتحدة الأمريكية ستفرض عليه ضغوط لم يراها من قبل. وتوقعاتك ما هي الضغوط التي من الممكن أن يفرضها عليه دونالد ترامب في الأيام القادمة؟ في ثلاث أنواع من الضغوط. الضغوط الاقتصادية وهي أسهل ضغوط لفرضها. الرقم 2 هو فرض حظر على الطيران في مناطق معينة. الضغط الثالث هو دعم القوات الأمريكية للأكراد مرة أخرى، لأن احنا كما نعلم إن كان هناك في أي منطقة حتى 10 أفراد من القوات الأمريكية لن يستطيع أردوغان الدخول ولن تستطيع تركيا الدخول، فلذلك هذه الأنواع من العقوبات أعتقد ستبدأ في عقوبات اقتصادية، ومن ثم فرض حظر طيران، ومن ثم إن لم يعني يبتعد أردوغان سيتم التعاون مع قوات سوريا الديمقراطية، لأن احنا كما نعلم لا زالت هناك قوات أمريكية متواجدة ولكن لا تتدخل في أي نوع من أنواع الاشتباكات مع الأتراك أو الأكراد. نعم، من نيويورك كنت معنا المحلل السياسي مهدي عفيفي، شكرا جزيلا لك. كشف تقرير لمعهد جيتستون الأمريكي عن تخطيط أردوغان لإبادة الأكراد السوريين قبل 2 عامين، وقال المعهد الأمريكي أن مخطط أردوغان كان يعتمد على القيام بحملة تطهير عرقي في شمال شرقي سوريا واستبدال الأكراد بآخرين، وأن هذا المخطط ظهر بوضوح بداية العام الجاري للجيش الأمريكي وتم نقله إلى الرئيس دونالد ترامب في ذلك الوقت، إلا أن النظام التركي حاول إخفاء هذا المخطط وخداع ترامب. رضخ أردوغان للعقوبات الدولية وتراجع عن تصريحاته والتي قال فيها إنه لن يجتمع مع الوفد الأمريكي والذي يضم مايك بينتس نائب الرئيس ووزير الخارجية مايك بومبيو، في مؤشر جديد على تخبط سياسات أردوغان. يستطيع أردوغان إخفاء فشله الذريع في إدارة السياسة الخارجية، فظهرت مواقفه متناقضة وتصريحاته لا تتسق مع أفعاله. أردوغان الذي اعتاد المراوغة أكد أمام نواب حزبه في البرلمان أنه لن يلتقي نائب الرئيس الأمريكي مايك بينس ووزير الخارجية مايك بومبيو عند زيارتهما إلى أنقرة لإجراء محادثات حول العدوان التركي المستمر ضد سوريا. وزاد أردوغان بالتأكيد أنه لن يلتقي إلا بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب إذا جاء إلى أنقرة. ولم تمضي سوى ساعات قليلة حتى خرجت الرئاسة التركية ببيان يؤكد أن أردوغان يخطط للقاء الوفد الأمريكي الذي يقوده نائب الرئيس الأمريكي مايك بينس. ونشر مدير الاتصالات برئاسة التركية فخر الدين ألتون عبر تويتر مقطع فيديو وهو يؤكد أنه سيكون في استقبال الوفد الأمريكي. تراجع أردوغان أمام الولايات المتحدة بعد إطلاق الخطب الرنانة لم يكن الأول من نوعه. لقد ردخ العام الماضي أمام ضربات ترامب للاقتصاد التركي والعملة المحلية، واضطر للإفراج عن القس الأمريكي برانسون الذي اعتقل في أنقرة بزعم دعمه لحركة المعارض فتح الله جولين. وكان رضوخ أردوغان بعد اتخاذه مواقف متشددة وتعهدات بعدم الإفراج عن القس الأمريكي. Türk adliye sistemi içerisinde, hukuk sistemi içerisinde İzmir'de bir Raip Bronson olayını yaşadık. Ve bu konuyla ilgili olarak Türk adalet sistemi Pastor Brunson
came back at my request when I called up. Pastor Brunson was going to be in jail for 25 years. And I called President Erdogan. I said, listen, he's an innocent man. He's a pastor. He's a religious man. He's not a spy. He's not the things they said. And we had a couple of conversations and I was able to get him back along with many other people. هكذا يتراجع أردوغان في كل مرة أمام الضغوط الدولية والإدانات المتلاحقة لعدوانه على دولة جارة وذات سيادة بما يخالف القوانين الدولية ومواثيق الأمم المتحدة. إذن مشاهدينا، عودة للحديث بشكل أكثر تفصيلا عن الشأن التركي، وجاءنا الآن هذا الخبر العاجل على لسان الرئيس السوري بشار الأسد، حيث قال سنواجه العدوان التركي في أي منطقة سورية حسب الوسائل المشروعة. إذن مرة أخرى على لسان الرئيس السوري بشار الأسد، قال سنواجه العدوان التركي في أي منطقة سورية بكل الوسائل المشروعة. عودة لاستكمال هذه النشرة، حيث كشفت وثائق رسمية عن وجود اتفاق أمني بين النظام التركي والإكوادور لتسهيل حملات القمع ضد الصحفيين الأتراك المنفيين إليها بسبب معارضتهم لأردوغان، والذي يصفهم الأخير بأنهم إرهابيون. والوثائق التي نشرها موقع نورديك مونتر تثبت الاتفاق على أن تقاضي الإكوادور الصحفيين والنشطاء الذين تم تعريفهم وإرسالهم على أنهم إرهابيون من قبل حكومة أردوغان. هذا وتعد تركيا بحسب تقارير دولية أكبر سجن للصحفيين في جميع أنحاء العالم، إذ بلغ عدد الصحفيين الموجودين بسجون أردوغان نحو 183 صحفياً. كشفت إليزابيث لينتشيني رئيسة اللجنة الجمهورية لمجلس النواب الأمريكي عن تشريع لفرض عقوبات على تركيا ردا على عدوان أنقرة العسكرية على شمال شرقي سوريا. التشريع الذي يحمل اسم قانون مواجهة العدوان التركي رقم 5 لعام 2019 يستهدف قطاع الطاقة في تركيا ويقيد الولايات المتحدة من بيع الأسلحة إلى أنقرة، ويفرض عقوبات على القادة الأتراك بمن فيهم أردوغان ونائب النظام التركي ووزير الدفاع، أولئك الذين يعملون في قطاع الدفاع. في ذات السياق، قالت مصادر سورية إن الغزو التركي أسفر حتى الآن عن مقتل 218 مدنيا بينهم أطفال ومسعفون. يذكر أن العدوان التركي على شمال سوريا تسبب في نزوح أكثر من 300 ألف مدني، فضلا عن الخسائر المادية الكبيرة التي لحقت بالمدن التي تعرضت للغزو التركي. في تحد للتنديدات الدولية بعملياتها العسكرية الغاشمة على شمال شرقي سوريا، أعلنت وزارة الدفاع التركية بدم بارد في تويتة عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر أنها قتلت 673 شهيدا بين صفوف الأكراد في شرق الفرات منذ العدوان التركي المدان عالميا. من جانب آخر، قال مسؤولون أمريكيون إن الولايات المتحدة نفذت ضربة جوية مقررة سلفا في شمال سوريا لتدمير مستودع للذخيرة ومعدات عسكرية تم التخلي عنها. وقال المتحدث باسم التحالف الدولي ضد تنظيم داعش الإرهابي الذي تقوده الولايات المتحدة، قال إن الضربة شاركت فيها مقاتلتان من طراز F-15 في الوقت الذي تستعد فيه القوات الأمريكية للانسحاب من شمال سوريا بالتزامن مع العدوان التركي. على واقع العدوان التركي في شمال شرقي سوريا، انهارت حراسة السجون وباتت عناصر داعش الإرهابية طليقة وتعود مرة أخرى إلى السطح في ظل معضلة العودة إلى أوطانهم. المزيد في التقرير التالي. مع دخول العدوان التركي على شمال سوريا أسبوعه الثاني، برزت على سطح الأحداث قضية المقاتلين الأجانب في صفوف داعش الإرهابي ومعضلة العودة إلى أوطانهم، وذلك بعد أن أعلنت قوات سوريا الديمقراطية أن حراسة سجون الدواعش لم تعتبر أولوية بالنسبة لهم في ظل العدوان التركي، مؤكدة أن الصمت الأوروبي سيؤدي إلى زحف مسلح داعش إلى أوروبا. ومن هذا المنطلق، تسابق الدول الأوروبية الزمن للإسراع بتنفيذ خطة لإخراج الآلاف من مسلح داعش الأجانب من المخيمات المحتجزين بها في سوريا ونقلهم إلى العراق، حيث ترفض هذه الدول محاكمة رعاياها من إرهابي داعش على أراضيها.
وهو ما برز في إعلان وزير الخارجية الفرنسي زيارته إلى بغداد قريباً. انتقال المقاتلين الأجانب إلى أوروبا هو أكثر ما يخشى قادة هذه القارة، لذا حذروا تركيا من أن عدوانها سيسهم في إعادة داعش مجدداً، خاصة وأن أنقرة تستهدف تصفية قوات سوريا الديمقراطية التي لا زالت تشكل ركيزة التحالف الدولي للقضاء على التنظيم. لعودة الدواش الأوروبيين إلى بلادهم فحسب، لكن هناك قضية أكثر خطورة تؤرق مضاجع الدول الأوروبية، وهي اللاجئون الفارون من جحيم الحرب. هذه المخاوف أعرب عنها وزير الخارجية الألمانية، والذي حذر من كارثة إنسانية أخرى قد تسهم في موجة نزوح جديدة، خصوصا عقب إعلان الأمم المتحدة فرار 140 ألف شخص من مناطق المعارك شمالي شرق سوريا. يبقى القول إن العدوان التركي على الشمال السوري يولد مخاوف أوروبية مؤجلة، ليس فقط على مستوى عودة المقاتلين الأجانب مرة أخرى إليها، ولكن على نسيجها الاجتماعي وبنيانها الاقتصادي، متمثلا في عودة اللاجئين الفارين من جحيم عدوان تركيا، وما يرتبط ذلك بدعم عوامل عدم الاستقرار مع صعود اليمين المتطرف في عدد من الدول الأوروبية. في ذات السياق، اعتقلت السلطات التركية 24 شخصا لانتقادهم العدوان التركي على سوريا من خلال حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي. هذا وذكرت مصادر تركية أن الادعاء وجه لهم اتهامات بتحريض الرأي العام على الكراهية والعداء ونشر دعاية لمنظمة إرهابية. حاولت السفارة التركية بكمبوديا، وهي جزء من الذراع الطويل لرجب طيب أردوغان، خداع السلطات من أجل طلب تسليم المواطن المكسيكي عثمان كاراكا، وهو من أصل تركي. وتتهم أنقرة كاراكا بالانضمام إلى جماعة معارضة لنظام أردوغان، حيث أجرت محاولات غير قانونية لترحيله إلى تركيا بناء على وثائق مزورة تقدمت بها إلى السلطات في كمبوديا. قالت صحيفة لوموند الفرنسية إن أردوغان يدفع بالشعب التركي إلى الهاوية في ظل تصميمه على مواصلة عدوانه على سوريا وضرب جهود مكافحة الإرهاب. هذا وأشارت الصحيفة في تقرير لها إلى أن أردوغان بات على استعداد للصدام مع الجيش السوري والاستمرار في حرب طويلة الأمد رغم الانتقادات الدولية والغضب العالمي من تحركات القوات التركية في شمال سوريا، مشيرة إلى أن العقوبات التي ستفرض على تركيا ستكون ذات عواقب وخيمة. اتهمت وزارة العدل الأمريكية بنك خلق التركي بالالتفاف على العقوبات الأمريكية المفروضة على إيران وإمداد طهران ب$20 مليار من عائدات النفط بصورة غير قانونية، الأمر الذي يعتبره ضربة قاسمة جديدة للاقتصاد التركي. المزيد في التقرير التالي. ضربة جديدة قاسمة وجهتها الإدارة الأمريكية للاقتصاد التركي. وزارة العدل الأمريكية أعلنت توجيه تهما إلى بنك خلق الذي تديره الدولة في تركيا تتمثل في الالتفاف على العقوبات الأمريكية المفروضة على إيران من خلال تعاون أحد مسؤولي هذا المصرف لمد طهران ب$20 مليار من عائدات النفط الإيراني بصورة غير قانونية ما بين عامين 2012 و2016، وذلك في خطوة تأتي بعدما فرضت واشنطن عقوبات على أنقرة بسبب غزوها الشمالي سوريا. ووفقا لبيان وزارة العدل الأمريكية، تضمنت الاتهامات التآمر للاحتيال على الولايات المتحدة والتآمر لخرق قانون القوى الاقتصادية في حالات الطوارئ الدولية والاحتيال المصرفي وغسل الأموال والغش والاحتيال للتهرب من العقوبات المفروضة على إيران، التي أعلنت أن المتهمين ومن بينهم 8 أتراك أحدهم الوزير الأسبق للاقتصاد انتهكوا الحظر المفروض على إيران عند قيامهم بهذه الصفقة. قضية بنك خلق أعيدت للواجهة بعد أن كانت محل مفاوضات بين أنقرة وواشنطن في عام 2018، بعد أن أصدر القضاء الأمريكي حكما بحبس نائب رئيس البنك محمد هاكان 3 سنوات.
ويعطي المسؤولون الأتراك أهمية قصوى لإنهاء قضية بنك خلق، لأن إدانة البنك بغسل الأموال والالتفاف على العقوبات الأمريكية ضد إيران من شأنه أن يضرب السمعة الاقتصادية لتركيا في مقتل، لأن معاملتها التجارية مع العالم تتم من خلاله، وسيعصف بالليرة التركية المنهارة أصلا، كما أن الغرامة الضخمة ليس بمقدور النظام المالي التركي تحملها. في سياق متصل، قالت صحيفة فاينانشال تايمز إن تركيا اتخذت قرارا بالامتناع عن تقديم الليرة في سوق تبادل العملات في الخارج في مؤشر جديد على انهيار العملة المحلية. هذا ونقلت الصحيفة عن محللين اقتصاديين قولهم إن القرار صارم يعكس قلقا متصاعدا بين المؤسسات التركية من تأثير الاضطرابات الراهنة على الليرة التركية والقطاع المالي والمصرفية. كشفت وكالة بلومبرج الأمريكية عن حصول المدير التنفيذي السابق لبنك باركليز البريطاني على 25 مليون جنيه استرليني من قطر لتأمينها أثناء الأزمة المالية العالمية. وقالت الوكالة إن المدير التنفيذي السابق لباركليز تفاوض على المكافأة القطرية لتأمين مليارات الدولارات من الدوحة في ذروة الأزمة المالية في عام 2008 وتجنب خطة إنقاذ بريطانية. إلى تونس، حيث أعلنت الهيئة العليا للانتخابات في تونس رسميا فوز أستاذ القانون قيس سعيد برئاسة تونس بعد حصوله على الأغلبية المطلقة من أصوات الناخبين في جولة الإعادة بالانتخابات الرئاسية التي أجريت مطلع الأسبوع الجاري. وأضافت الهيئة خلال مؤتمر صحفي أن سعيد حصل على أكثر من 72% من إجمالي الأصوات في الانتخابات الرئاسية. اتفق الرئيس الفلسطيني محمود عباس وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان خلال اجتماعهما في الرياض على إنشاء لجنة اقتصادية مشتركة ومجلس أعمال سعودي فلسطيني. أطلع الرئيس الفلسطيني العاهل السعودي سلمان بن عبد العزيز ولي العهد خلال اجتماع معهما في الرياض على آخر التطورات السياسية والأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة والانتهاكات الإسرائيلية قبل أن يغادر عباس المملكة بعد زيارة استمرت لمدة يومين. توصل الاتحاد الأوروبي وبريطانيا إلى اتفاق جديد بشأن خروج المملكة من التكتل الأوروبي. وقال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون إنه من المتوقع أن يصادق البرلمان البريطاني على اتفاق بريكزيت السبت المقبل، فيما وصف رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر الاتفاق الجديد بالمتوازن والعادل للطرفين. جاء الإعلان قبل ساعات من انعقاد القمة الأوروبية في بروكسل والتي ستبحث الاتفاق وإعطاء الضوء الأخضر له. من جانب آخر، أعلن زعيم حزب العمال البريطاني المعارض جيرمي كوربن أن حزبه لن يدعم اتفاق الخروج الجديد الذي توصل إليه رئيس الوزراء بوريس جونسون مع الاتحاد الأوروبي، وذلك خلال التصويت عليه في مجلس العموم المقرر يوم السبت المقبل. وفي تصريحات له، قال كوربن إن اتفاق بريكزيت الجديد لا يرقى إلى توقعات الحزب ويعد اتفاقا أسوأ من ذلك الذي توصلت إليه رئيسة الوزراء السابقة تريزا مي ورفضه البرلمان. Half of our trade is with Europe, and particularly in the north of England, large numbers of manufacturing plants rely on trade with Europe. And so, as this deal stands, we cannot support it. عبر الهاتف من لندن ينضم إلينا سيد زيد بن كمية الكاتب الصحفي. سيد زيد، أرحب بك. أهلا بك. نعم، إذن بعد أن كان هناك تعنت من قبل الاتحاد الأوروبي بعدم خروج بريطانيا منه، أصبح الآن هناك اتفاق يتراضى عليه الطرفين سواء كان بريطانيا أو حتى الاتحاد الأوروبي. تعليقك سيد زيد. نعم صحيح، أتوقع أن هناك أن توصل هذا الاتفاق هو اتفاق مرضي للأوروبيين بشكل أكبر، لأن كان هناك أيضا حتى الأوروبيين محاولة بوريس جونسون أنه يقدم أو يعرض بعض الشروط التي يراها بوريس جونسون التي رفضها الاتحاد الأوروبي، لكن الآن أعتقد أن
لأن أصبحت الأبواب موصدة والوقت أيضا يعني عزف. أصبح الآن هذا الاتفاق الذي قدمه بوريس جونسون أصبح هو مرضي أيضا للأوروبيين، بدليل حديث اليوم رئيس المفوضية جان كلود عن هذا الاتفاق اللي قدم هذا اليوم. الاتفاق أعتقد أن فيه أيضا فيه بعض التغييرات التي هتخلق أزمة لبريطانيا مستقبلا، يعني خاصة في موضوع إيرلندا الشمالية، لأنها أصبح إيرلندا الشمالية تعامل إيرلندا الشمالية معاملة الدول الأوروبية وليست معاملة أحد القطاعات التابعة لبريطانيا. ربما طبعا هناك اعتراض أيضا من بعض الإيرلنديين، رغم بعض الإيرلنديين على الرغم من وزير خارجية إيرلندا طبعا هو رحب بهذا الاتفاق لأنه يبقي التعامل بين إيرلندا الشمالية وإيرلندا. نعم، ولكن سيد زايد يعني حتى الآن لم يتم الإعلان عن تفاصيل هذا الاتفاق، صحيح؟ لا، وفي بعض التفاصيل خرجت، بعض التفاصيل خرجت خاصة في التعامل في موضوع إيرلندا، لأن موضوع إيرلندا هو موضوع شائك جدا. نعم. فأعتقد أنها كان ضمن التوصل هذا الاتفاق أنه تعامل إيرلندا معاملة الدولة الأوروبية خاصة في موضوع الجمارك. وممكن وكل يتم مراجعة هذا الموضوع كل 4 سنوات. هذا الموضوع حيكون مفتوحا، وربما أيضا كذلك يهدد أيضا يعني الوحدة المملكة المتحدة، يعني إذا رأى أيضا إلى اسكتلندا إلى إيرلندا، يعني هذا الموضوع إنجلترا، يعني هذا الموضوع يبقى مفتوحا وليس مغلقا بهذا الاتفاق الذي قبل فيه الأوروبيون. لأن يعني موضوع الجمركي وموضوع أيضا إيرلندا كان موضوعا شائكا أمام الوصول للاتفاق. نعم، ربما موضوع إيرلندا كان هو العقبة الأكبر في الوصول إلى هذا الاتفاق. أنا بشكرك شكرا جزيلا، كنت ضيفي عبر الهاتف من لندن سيد زايد بن كمية الكاتب الصحفي، شكرا لك. وعد رئاسي تلقى في 17 أغسطس الماضي بإعادة بحيرة مصر إلى سابق عهدها. ملاحة كينغ ماريوت كما يطلق عليها أهالي الإسكندرية هي إحدى بحيرات الشمال والتي بدأت بها بالفعل إجراءات التطوير والتطهير. المزيد في التقرير التالي. أنا هرجع بحيرات مصر تاني زي ما كانت. هرجع بحيرات مصر تاني زي ما كانت. الملاحة كانت مقفولة وكانت مكتومة، مكان الخير متداري. دلوقتي إن شاء الله هتنظف في الملاحة وكده هيبقى في نظافات والخير هيظهر إن شاء الله. ماريوت، البحيرة التي بدأ تطويرها مباشرة بعد الوعد الرئاسي، هي الثالثة في قائمة التطوير بعد المنزلة والبريلس، لتعود نسائم الحياة الأولى مرة أخرى لأكثر من 20,000 صياد. أنا ملناش غيرها بعد ربنا سبحانه وتعالى. هي ملناش غيرها الملاحة ماريوت ديت، يعني ايه أبا عن جد؟ احنا صيادين أبا عن جد. البحيرة العريقة التي تمثل اليوم إطلالة لمشروع بشائر الخير كانت في زمن قديم متصلة بنهر النيل والبحر الأبيض المتوسط عبر قنوات ردمت لاحقا، فكانت البداية لكثير من التعديات تجاوزت المدى فخنقت البحيرة التي قامت بدور بطولي رغم ذلك في إنقاذ مدينة الإسكندرية من الغرق بمياه المطر. غرق الإسكندرية دي شيء طبيعي، يمكن المية اللي هي أخذت وبقت مخزون هي بحيرة ماريوت اللي خزنت المية وهي اللي استوعبت مياه الإسكندرية كلها وهي نقص الإسكندرية. وبرغم عزل الصرف عن البحيرة منذ سنوات إلا أن رواسبه ساهمت في خنق البحيرة. تراكم سنين، تراكم، حتى حضرتك شوفي بص البوص عامل إزاي في البحيرة، يعني حتة واحدة طول ما في رواسب في الأرض طول ما البوص بيكتر. حتى إسكندرية إنتاج سمكة الوقت يبقى أغلبه مزارع عشان البحيرة إنتاجها ضعيف، فطبعا كل التطهيرات اللي هتحصل دي هتبقى إنتاجها كويسة إن شاء الله، والسمك يرخص في إسكندرية والشعب يعرف ياكل سمك. وكادت البحيرة أن تتساوى بالأرض من ضحولتها ليصبح التطوير حتميا. 17,000 فدان هي مساحة البحيرة المستهدفة بالتطوير بعد إزالة التعديات. البحيرة مكونة من 8 أحواض. التطوير بدأ بإزالة البوص الذي يغطي أكثر من 70% من البحيرة، وسيتم الإبقاء على نسب قليلة تتغذى عليها أسماك الزريعة والطيور حتى لا يتأثر التوازن البيئي داخل البحيرة،
بينما سيتم توجيه البوص المزال إلى عجلة التدوير. منسوب البحيرة تقريبا من 20-30 سنتي، يعني تقريبا الرملة تقريبا على وش المية، فاحنا دورنا ان احنا بنوصل العمق دوت ل 3 متر. لما هتوصل ل 3 متر هيرجع السمك يخش تاني جوه البحيرة، وهيبقى طبعا ده طبعا هتبقى هيعود بعد كده هوت بثروة سمكية ضخمة. ماريوت التي تستعد لإشباع السوق المصري من جديد بأسماك البوري والبلطي كسابق عهدها بأسعار متواضعة، قد يعيدها التطوير إلى جذب هواة الصيد الشتوي. ممكن في الشتاء اللي بيجي عشان خاطر إيه كان يصطادوا البط والطيور والحاجات ديت، ده في الأيام اللي هي الزمن البعيد زي ما بيقولوا وجسام الزمن الجميل. وسيظل سبتمبر 2019 هو نقطة انطلاق ماريوت نحو بداية جديدة يدعمها موقع البحيرة المحاذي للبحر المتوسط وظروف طبيعية خاصة. جاف معتدل صيفا وشتاء، معادلة مناخية جعلت من ماريوت مصيف ومشتى ومقصد سياحي على مدار عهدها القديم حتى طالتها المخالفات من كل مكان. واليوم تستعد البحيرة الهادئة للتطوير بكل تفاصيله لتعود إلى سيرتها الأولى. نجاة الجبالي، إكسترا نيوز. استقبلت الأكاديمية الوطنية لتدريب وتأهيل الشباب الدفعة الثانية من البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب الأفارقة والذين يبلغ عددهم 100 طالب من 40 دولة إفريقية. مروة عبد القادر شابة إريترية تزور مصر لأول مرة عن طريق تقديمها في البرنامج لتعيش تجربة دراسية وترفيهية فريدة من نوعها. المزيد في سياق التقرير التالي. تخطو مروى عبد القادر الفتاة الإفريقية خطواتها اليومية كل صباح ذاهبة إلى الأكاديمية الوطنية لتدريب وتأهيل الشباب، بعد أن أقدمت على الاشتراك في البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب الأفارقة. لم يمنعها بعد المسافات بين موطنها ومصر من المجيء، فالفتاة آتية من إريتريا بالجنوب الشرقي للقارة حتى تشارك في هذا البرنامج في دفعته الثانية. تعلمت اللغة العربية في وقت مبكر من عمرها الذي يشارف على 30، غير أنها المرة الأولى التي تزور فيها مصر، حيث تشارك مع نظرائها من 40 دولة إفريقية تجربة شبابية تعليمية رائدة. أنا كأفريقية وإني أكون متواصلة مع الكوميونتي الأفريقي أيضا، بس ما كنت أعرف عن الجنسيات المختلفة في أفريقيا والصراعات اللي بيواجهوها كشباب. فأول ما عرفت أنه في أكثر من دولة أفريقية راح تكون متواجدة تحمست وحبيت أعرف ما هي الصعوبات اللي كل الشباب بنواجهها. فكل يوم بتعرف على أشياء جديدة، بنحاول نحل مشاكل مختلفة عن طريق الوركشوبس اللي بنسويها مع فريق الناشونال ترينينج أكاديمي. يبلغ عدد الدفعة الثانية من البرنامج 100 طالب يشاركون من 40 دولة إفريقية. شملت الدفعة الأولى من البرنامج أيضا 100 طالب من 29 دولة إفريقية. تتراوح مدة التدريب من 5 إلى 6 أسابيع، وتتراوح أعمار الطلاب المشاركين من 18 وحتى 30 عاما. ويستهدف البرنامج تدريب 10 دفعات بإجمالي 1000 شاب إفريقي. هنا بقناة السويس بمحافظة الإسماعيلية، واحدة من ضمن المناطق التي وضعتها الأكاديمية في برنامجها لما يمتاز به هذا الممر المائي من ميزات لوجستية واقتصادية، وتعريفا للدارسين واحد من أهم المشروعات القومية للدولة. الدمج بين الترفيه والتثقيف هدف رئيسي لبرنامج الأكاديمية. تحمست الفتاة لزيارة قناة السويس، فلم يكن لديها أي دراية بما تفعله الدولة في الممر المائي الأهم في العالم. أنا جدا منبهرة، أنا حاليا في القاطرة البحرية من قناة السويس في محافظة الإسماعيلية. المجهود جدا كبير وعظيم، أول مرة أني أنا أجي مكان كبير. أنا سمعت عنه من زمان بس ما أعرف التاريخ بيهايند المشروع العظيم. انبهروا مروة بالبرنامج وبزيارتها الأولى، أعطاها هي وزملائها نظرة مختلفة أكثر عمقا لمصر، كما ساعد البرنامج على تعميق الروابط بين شباب الدول الإفريقية. البرنامج شيق للغاية، فلا أعلم من أين أبدأ حديثي عنه. أنا سعيدة جدا وممتنة لرئيس مصر لهذه الفرصة الكبيرة التي أعطاها للشباب الأفارقة. فما نقوم بدراسته بالبرنامج متطور للغاية، كما قمنا بزيارة عدة أماكن في مصر، فحقا هي جميلة.
المواطنين يعملون بلطف كبير. بالنسبة لبرنامج تأهيل الشباب الإفريقي، أنا سعيد للغاية كوني جزءا منه، فهو مميز بشكل كبير ويجمع العديد من الدول الإفريقية، فهو فرصة فريدة. وأما بالنسبة للزيارة الأولى لمصر فلم أكن أتوقع كل ما أراه. تستكمل مروى رحلتها بزيارة أنفاق الإسماعيلية، المشروع الضخم الذي يربط سيناء بالوادي، ولا تزال تتأمل مشروعات بمحاذاة القناة حتى وصلت إلى آخر نقطة في رحلتها، مشروع الاستزراع السمكي بشرق القنطرة. ازداد امتزاج الشباب هنا بعمال المزارع، فالصورة الناقصة عن مصر يبدو أنها اكتملت، وما رأوه بأعينهم دون ترتيب لا يكذب ولا يتجمل. من خلال زيارتي للقاهرة زرنا أماكن مختلفة، بس اللي عجبني هنا أنه تعرفنا عن التاريخ المصري العظيم، عن قناة السويس زي ما أنه إحنا قرأناها في الكتب والأفلام، وعرفنا أشياء كثيرة وتاريخ عظيم جدا. أنا جدا سعيدة أن أكون هنا في القاهرة، وإن شاء الله المرات الجاية راح تكون هنا بإذن الله. والطابع الوحيد اللي اكتسبته انه مو هي الدولة اللي تخلي التاريخ العظيم، هي الناس ومحبة الناس وهنا لي وترحيبهم لنا. تنهي الفتاة الإريترية وزملائها رحلة بانتظار أخرى، آخذة إلى بلادها صورة حقيقية عن واقع لم تعرفه إلا بعد زيارتها، وثق في ذهنها وجعلها متمنية أن تأتي إلى هنا مرات ومرات. دري عاطف، إكسترا نيوز. اختتمت فعاليات النسخة الخامسة من سلسلة مؤتمرات مصر تستطيع، والتي جاءت بعنوان مصر تستطيع بالاستثمار والتنمية تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي. اختتمت أعمال مؤتمر مصر تستطيع بالاستثمار والتنمية في دورته الخامسة، والتي انعقدت بالقاهرة على مدار يومين. تمحورت جلسات اليوم الأول حول الإصلاح الاقتصادي ومستقبل التنمية في مصر والاستثمارات في المشروعات الكبرى، بينما شهد اليوم الثاني 10 جلسات تنوعت موضوعاتها بين فرص الاستثمار وأفريقيا والمرأة المصرية في أسواق العمل العالمية والتكنولوجيا والمناطق اللوجستية والتعليم والصحة والسياحة وريادة الأعمال. المؤتمر من وجهة نظري مؤتمر شامل، احنا اتكلمنا في الاستثمار، اتكلمنا في التنمية، اقرنا وجهتين النظر الخاصة بالاستثمار والتنمية في ظل مجهودات الحكومة ومجهودات القطاع الخاص. بصراحة شفنا تجارب شباب ورواد أعمال مصريين بالخارج ومن داخل مصر قدروا يستغلوا الفرصة والظروف المواتية في مصر النهاردة للاستثمار. كذلك حطينا أيدينا على بعض العقبات اللي بتواجه بعض المستثمرين، وكان في تواجد مستمر من وزراء محترمين وأصحاب قرار في مصر لتذليل هذه العقبات. في تنمية في مجال البنية التكنولوجية في مصر واضح في قطاعات كتير، وفي نفس الوقت تدريب بيتم حاليا لكوادر مختلفة في مجالات تخص النظم الجديدة بقى اللي هي مرتبطة بالتحول الرقمي، زي الذكاء الاصطناعي، زي الانترنت الأشياء، زي ما يسمى به سلاسل الكتل أو بلوكتشين وهكذا. طبعا برضو من ناحية المدفوعات في مجلس أعلى المدفوعات وبينظر بين الاعتبار في الشمول المالي والتحول إلى المجتمع النقدي، وكل ده بيصب في عملية التحول الرقمي. استهدف المؤتمر عرض الفرص المتاحة للمستثمرين مع شرح الفرص ذات الميزة النسبية والتنافسية والمشروعات القومية الكبرى، كما وفر المؤتمر فرصا لعقد لقاءات بين رجال الأعمال المصريين بالخارج مع ممثلي الوزارات وجمعيات واتحادات المستثمرين في الداخل لزيادة فرص التعاون والتفاعل في مجالات الاستثمار وتحفيز المصريين في الخارج على الاستثمار في المشروعات المصرية. كما أولى المؤتمر أهمية خاصة لتجارب نجاحات المصريين في الاستثمار بأفريقيا في ظل رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي. أنا دائما بقول ليه إحنا كمصر، إحنا الطب، إحنا فوق في أفريقيا، إحنا ذو العلم ذو الحضارة، بقالنا 8000 سنة حضارة، عندنا علم، عندنا شباب كتير، شباب حلو، تعليم، عندنا ثقافة حلوة. فإحنا بقول الناس دي كلها الاستثمار في أفريقيا متوفر، والله متوفر، وفي أماكن جديدة، في حاجات حلوة كتير قوي للاستثمار. في دلوقتي في بعض الدول التانية بدأت تخش أفريقيا بحاجة كبيرة قوي. قررت أن أنا هسيب شغلي، هسيب الدنيا كلها في إنجلترا وأرجع لمصر، وفعليا بدأت في تأسيس شركة بعد زيارات عديدة لهيئة الاستثمار.
لمينا كل المعلومات اللي احنا محتاجينها، وفي اقل من اسبوع كنا اسسنا شركه وطلعت سجلات تجاري وتضريبيه. لقيت سبورت غير طبيعي من التنميه الصناعيه. الجماعه دول بجد جدا في شغلهم، عايزين الناس تفتح مصانع وعايزين الناس تشتغل، لدرجه ان هم بيطلعوا تراخيص مؤقته ويعني رخصه تشغيل مؤقته وسجل صناعي مؤقت، بالغرض ان الواحد يشتغل ويوفق اوضاعه في اقل من سنه او في 12 شهر بالظبط. يعني ينضم المؤتمر الوطني الخامس لعلماء وخبراء مصر في الخارج، مصر تستطيع بالاستثمار والتنميه، الى سلسله مؤتمرات مصر تستطيع التي تعد أحد التطبيقات العملية لتكليفات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي لوزارة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج لربط المصريين في بلاد المهجر بهموم الوطن وقضايا التنمية. كما يعكس المؤتمر نتاج التعاون المشترك بين مختلف وزارات الحكومة المصرية في إطار التكامل بين الوزارات. احتفل صندوق تحيا مصر بتسليم 120 منزلا لأهالي مركز إهناسيا بمحافظة بني سويف في إطار مبادرة تطوير القرى الأكثر احتياجا والذي يتم تنفيذها تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي. يأتي ذلك ضمن المرحلة الأولى من مشروع إعمار 2885 منزلا والتي يقوم بها الصندوق في 10 قرى ب 12 محافظة بالتعاون مع جمعية الأرمان. وأشار المتحدث الإعلامي لصندوق تحيا مصر محمد مختار في تصريحات لإكسترا نيوز إن تلك الخطوة تأتي متزامنة مع تسليم المنازل في باقي قرى محافظات المرحلة الأولى من المبادرة. النهاردة صندوق تحيا مصر بيحتفل بإنهاء المرحلة الأولى من مشروع تطوير ورفع كفاءة 2885 منزل في 100 قرية ضمن المبادرة الرئاسية لإعادة إعمار القرى الأكثر احتياجا. صندوق تحيا مصر بيشارك في المبادرة من خلال المشروع بقيمة 100 مليون جنيه، هنرفع ونطور كفاءة 2885 منزل. النهاردة احنا بنسلم 30 أسرة منازلهم في قرية معصرة نعسان بمحافظة بني سويف. المستهدف في بني سويف ان احنا نطور 120 منزل بمركز إهناسيا بالإضافة ل 130 منزل في باقي مراكز المحافظة. إذن مشاهدينا بذلك نكون وصلنا بكم إلى نهاية هذه النشرة. إليكم الآن تذكرة بأهم ما جاء فيها من عناوين. الرئيس السيسي يدعو المصريين إلى نبذ فكرة المجاملة باعتبارها مدخلا للفساد. مدبولي يدعو خلال زيارته لواشنطن المستثمرين الأمريكيين لضخ استثماراتهم بمصر. سوريا تطالب المجتمع الدولي بوقف العدوان التركي وتؤكد أنه ضمن الأطماع التوسعية لأردوغان. وللمزيد من الأخبار تابعوا دائما موقعنا الإخباري إكسترا نيوز دوت تي في. شكرا لكم.